ورحمة الله وبركاته، جاهزين يا شباب؟ أخبار إن شاء الله دكتور جاهزين. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ونستعين جدا إن شاء الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كيف حالكم؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انا عارف ان انتوا ممكن تكونوا متضايقين مني عشان مش عارف ابقى منتظم قوي معاكم، بس اصبر عني والله. في شغل كتير وفي حاجات كتير بنعملها، بس ان شاء الله باذن الله تكونوا بتستفيدوا من الكورس ده وتستمتعوا. النهارده ان شاء الله هنعمل شويه تدريبات خاصه بالفوكابلري وخاصه باللانجوج، يعني من الاويل اند جاز. طيب بسم الله، تعالوا نعمل الاول شير سكرين. تمام، شايفين السكرين بتاعتي؟ واضحة دكتور. تمام، النهارده هنعمل شويه تريننج كده، نقعد نتكلم في الفوكابلري شويه، ونقعد نعمل شويه تريننج من كتاب اللي هو اسمه انجلش فور اويل اند جاز، بحيث ان احنا نقدر نبقى ايه برضو بنتمرن شويه وتبقى حاجه مفيده لينا، على اساس ان الجمعه الجايه ان شاء الله يكون اخر كورس يعني او اخر دوره، وربنا ييسر ان شاء الله. فخلينا كده نبدا مع بعض. مين يجاوب اول جمله؟ Choose the correct word to complete the sentences. Number one, who's ready to answer? Yalla, I'm waiting for you. اللي يحب يشارك يرفع ايده. الناس نايمة ولا ايه؟ الناس لسه ما صحيتش؟ اصحى يا شباب. يا عم الحاج، الناس نايمة، الناس لسه عايزة تصحى وتشرب قهوة ولا ايه؟ مش حد عايز يشارك؟ يا شباب ال25 واحد اهو. طيب مين هيشارك يا شباب؟ انا حاسس ان الناس مش جاهزه النهارده، في حاجه ولا ايه؟ دكتور أشارك أنا؟ إذا ماكو حد آخر. مفيش مشاكل، بس انا حابب اعرف برضو ليه الناس مش بتشارك. هي الناس متضايقه او مش جاهزه ولا ايه؟ ما أعرف الصراحة. طب انا أوكي عايز إذا اسمع. أشارك أنا ونشوف النقطة الثانية. طيب شارك، اتفضل. مش اوكي، أوكي I don't is a rigid material. فيزيك ماتيريال. تمام، طيب رقم اثنين، نمبر 2، would like to share. مش عارف، حاسس ان النهارده الناس مش مظبوطه. تحب نقلل المحاضره النهارده نخليها الجمعه الجايه؟ تفضل في حد هيشارك؟ تفضل حورا. اوكي. When you heat metal is expand. Exactly, when you heat metal it expands. طيب خلينا نسأل كده، when you heat metal it expands or contracts؟ ايه رأيك انت؟ عفوا سمعت. When you heat metal, it expands ولا contracts؟ Expand. Expand طبعا، لأن contracts دي يعني دي يعني دي بتبقى نتيجة الفريز، صح كده؟ تمام. Yes, correct. Okay, excellent. Number three، يلا come on. يلا كده نسخن كده ونشتغل، ندى يلا. حبيب، ندى حبيب تفضل. Okay, go ahead. Accurate. Accurate, excellent, excellent. Bravo, Aliki. It's important to be accurate when measuring. Excellent, very good. Number four.
مصطفى طارق. ندى حبيب مرة ثانية تشاركين. جيب يلا جيب 20 متر well is deep ولا shallow؟ Think about it. Is it deep or shallow? I think it's shallow. Yes. What is the meaning of shallow? I really don't know the meaning. But ضحل يعني ضحل؟ هيك ضحل معناها ضحل. فشالو معناها ضحل. Deep معناها عميق. طبعا 20 متر يعتبر ضحل، ما يعتبرش عميق. Excellent. طيب glass is smooth or rough؟ عبد الرحمن تفضل. ايوه كده يا شباب كده سمعونا صوتكم. glass is smooth. smooth برافو عليك. نعم. طيب الله ينور عليك. homework يا شباب الخمس كلمات اللي ما استخدمناهمش هنعمل بهم sentence. now write five examples using the words you did not use. this is a homework. try to use the words flexible, contracts, approximate, deep and rough. okay. now let's see if we know the opposite of the words. good, very easy. ها يلا اي حد يقول على طول. ها نعم good. ها عمر حامد. good opposite bad. bad يلا يعني اعملي اكتر من واحده يلا عشان بس ما يبقاش كل ده. fast slow. ها تمام. long short. تمام. happy sad. تمام. early late. excellent. hot cold. careful. ايوه صعب. careful ايه بقى مين هيقول؟ واحد منتبه واحد تاني مش منتبه ما تقوليش ان careful أو إنكار. لا حد عارفها؟ dispersed مشتت. قولي تاني كده. dispersed. dispersed. ممكن مثلا هي صدقني نسيتها كمان أنا والله طلعت من مخي كده بالعربي برضه أصلا هي careful منتبه. ممكن careless. careless بالظبط برافو عليك او distracted. distracted عارفه كلمه distracted؟ كلمه distracted معناها مشتت. ف careful منتبه عكسها ممكن تبقى distracted. عارفين كلمه distracted يا شباب؟ yes yes. اوكي طيب حد يكمل؟ ها احمد عبد الله. الله يس اوكي. big small cool I don't know what is the flick. big small difficult is easy dry cool is easy. الناس cool. no cool هيبقى warm. what warm warm warm. okay yeah. complex I don't know what is كومبلكس يعني معقد. كومبلكس معقد. سمبل. اكسلنت. دراي. دراي ويت. ويت مش ويت. 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 اوكي. ديرتي. ديرتي. سهلة دي. كلين. 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 برافو عليك. هيفي. لايت. لايت ممتاز. Can anybody tell me another two meanings for light? There is two meanings, another two meanings for light. A small. Oh, not. A small. So, يعني okay. On a heavy light. I want another two meanings. معنيين كمان لكلمة light. مين يعرف؟ ضوء. حاجة ضوء. ضوء. في واحدة تانية. Light the fire. Light the fire. اشعل النار. أيوة. light the fire يشعل و ignite بمعنى light. I-G-N-I-T-E the ignite.
معناها انت لما بتيجي تشعل سيجاره بتستخدم الايه؟ اللايتر صح؟ يس يس تمام. اوكي دارك. Dark is like black. White is work, no or not. Dark, يعني غامق أو غامق. Yes. Yes. أو ظلام. أوكي بظلام. طيب إحنا هنقول الظلام يبقى النهار. Morning. ممكن يبقى morning. Dark. White. Morning ممكن. White is not working. لا white is the color. Okay. أو ممكن يبقى صح برضو. دارك ممكن يبقى وايت برضو لو انت هتتكلم على انه كلر، ان هنا دارك ليه معاني كتير. ممكن برضو يبقى دارك يبقى لايت يبقى لايت يبقى كلير. yes. يبقى كلير. اوكي دانجرس سيفت سيف سهله ممتازه. لاوت I don't think it is correct. loud what loud يعني عالي. yes yes في حد رفع ايده ندى حبيب. اللاو منخفض صح. اللاو دي يعني عالي. العكس بتاعها هيبقى لاو منخفض. العكس قول الكلمه تاني. لاو 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 لو لو ال او دبليو صح. برافو عليك. لاو لو صح يعني صح. اوكي فيري جود. رونج دي سهله طبعا. عبد الرحمن تفضل. We can use quiet as the opposite of loud. Exactly. Very good word. Better كمان. صح لو صح كده. لأن لو ليها معاني كتير قوي. ممكن يبقى لو منخفض، أرض منخفضة، ممكن يكون low voice، وممكن يبقى quiet بالضبط. تمام. حلو قوي إن أنت مركز. طيب. Wrong. سهل قوي wrong طبعا. تمام. فليمبل بقى. فليمبل دي حاجه في شغلكوا بقى. فليمبل ايه بقى عكسها؟ هورا حامد. فليمبل هي قابل للاشتعال. اوبوزيت من فليمبل هيبقى ايه العكس بتاعها؟ قولي تاني معلش. نون فليمبل. نون فليمبل. اوكي طيب هو ده صح طبعا. انت كده عملتي عكس. بس احنا عايزين كلمه بمعنى انه لا يشتعل. ايه بقى؟ حد هفكروا معانا. ها حاجه لا تشتعل. فليمبل نون فليمبل. ممكن نقول ايه؟ ممكن نقول مثلا فاير فري مثلا. ممكن نقول فاير فري او ايه رايك نقول فاير فري مثلا او في المشتعل في لا يشتعل. ماشي ممكن نقول سوليد مثلا. صعبه. اوكي فكروا في كلمه ثانيه للفليمبل. انا هحاول ادور لكم يعني. بس انا هي نون فليمبل صح. طيب فراجايل. فراجايل طبعا يعني ايه؟ اظن بنشوفها في المطار كتير. فراجايل قابل للكسر. بالظبط عكسها سوليد. سوليد او ريجيد. ريجيد برضو كلمه صح. حلو الكلام يا شباب. كده بنراجع المقابله شويه. طبعا الكتاب عندكم بيج نمبر 17 في الكتاب بتاع اول انجاز. في لعبه حلوه قوي. حاولوا تطلعوا كلمات الانجليش من هنا. هتبقى حلوه قوي. لعبه حلوه وتقعد تدور على الكلمات. تعالوا نشوف احنا عارفين كل الكلمات ولا لا. ايم عارفين يعني ايه؟ ايم ايم يعني Yes. هدف. هدف او غرض يعني اكتر غرض. يقول لك what is your aim of telling me this. ما هو غرضك انك تقول لي هذه الموضوع. provide يوفر. برافو عليك. practical ممارسه. practical ليها كذا معنى. في practical يعني شيء عملي. يعني يقول لك انت عندك كليه مثلا. يقول لك انت عندك theoretical وعندك practical تحت بعض. وممكن واحد يقول لك my friend be practical. يعني ايه؟ خليك ايه؟ عملي او خليك واقعي يعني. مع انه واقعي معناها realistic بس practical ممكن تمشي بالمعنى ده. طيب theoretical احنا عرفناها. principle اساسيات او مبادئ. تمام. بس في كلمه ثانيه للprinciple لو حد عرفها هيبقى استاذ هيبقى شاطر في اللغه.
في كلمه ثانيه مدير برافو عليك سقفلك برافو عليكي استاذه برينسيبل يعني مدير المدرسه يعني بيسموه سكول برينسيبل برافو عليكي ما كنتش عارف ان حد ممكن يعرفها برافو عليكي احييكي ها اللي بعديها ديفايس طبعا دي كلنا عارفينها وسهله اجهزه اوجات طيب مين يقدر يقول لي ايه الفرق بين الديفايس والتول والانسترومنت who can tell me the difference between a device and a tool and in an instrument you would be very smart if you can tell me the difference between a device and a tool and an instrument ها anybody have a clue ممكن ديفايز نقولها للاجهزه مثلا يعني التول تكون مثلا مال المختبر وهيك بالضبط برافو عليكي طيب خلينا نقول كده الديفايس هو الاجهزه المعظمها بتبقى غالبا الاجهزه الكهربائيه الكمبيوتر الموبايل الاجهزه في المطبخ دي كلها بنسميها ديفايس تمام التولز بقى ايه مثلا الادوات المختبر وهيك يعني برافو عليكي ممكن تبقى ادوات المختبر وممكن تبقى الادوات اللي انت بتستخدميها حتى لو عايزه تحققي هدف يقول لك what is your tools to achieve your target تمام فهنا هي ادوات او هي ادوات ممكن تكون ادوات سواء شيء ملموس او شيء غير ايه غير ملموس اما كلمه instruments فغالبا بتستخدم مع الاطباء يقول لك الانسترومنتس ها اللي هي بيستخدمها في غرفه العمليات ما بيقولش tools لكن لو بيحط شخص على جهاز تنفس مثلا بيسميه device وصلت الفكرة؟ تمام الله ينور يا شباب طيب الكلمة اللي بعد كده associated بصوا الكلمة دي نطقها صعب جدا بفيها سين وشين associated بصوا تاني هقولها تاني عشان تعرفوا النطق بتاعها associated حد عارف يعني ايه associated؟ associated مين يعرف يقول لي معناه ايه مشترك او مرتبط او يصاحب مصاحب associated يعني ملحق ملحق بشيء تمام طيب لما اجي اقول لك where is your associates ايوه يعني ما انت مثلا انت جاي تعمل جوب عندي فتقول اقول لك فين الاسوشيتس بتوعك ده انا بقصد بيه حد عارف When I come and tell you, where is your associates? What does I mean? Or what do I mean? What do I mean? يعني وين الوقيع؟ آخرين. الassociate هم الناس اللي بيشتغلوا معاك في نفس المجال بتاعك وبيساعدوك زي الassistants كده. أو الناس اللي انت مرتبط بيهم. هدول الassociates بتوعك. تمام. Identify. طبعا حد مش عارفها عارف consider يقدر او يعتبر بالضبط او يضع في الاعتبار الكلمه الصحيحه يضع في الاعتبار يعني لو انت عايز تعترض على حد بس عايز تعترض بشكل مؤدب ممكن تقول له I consider what you think ما تقولوش بقى بط يعني بط كلمه يعني صادمه شويه يعني انا مثلا لما اجي اكتب ايميل يا جماعه وعايز اعترض على مديري او اقول له فكره غير بقول ايه بقى كلمه طويله شويه نيفر ذا ليس حد عارف كلمه نيفر ذا ليس يعني لا تقدر كلمه نيفر ذا ليس يعني ومع هذا يعني انت مثلا جيت قلت لي يا احمد احنا عايزين نعمل البروجكت ده وان البروجكت ده هيكسبنا فلوس كتير قوي هقول لك اي كونسيدر وات يو ار سينج نيفر ذا ليس اي ثينك بدل ما استخدم كلمه بط بستخدم كلمه نيفر ده لس كلها كلمة واحدة الكلمة دي بتبقى مؤدبة جدا ومعناها ان انت بتبدي رأيك من غير ما تقلل من رأي الآخرين وصلت الفكرة؟ عارفين تتكتب ازاي ولا تحبوا اكتبها لكم؟ never كلمة وذا ولس التلاتة مع بعض مرتبطين بعد كده عندنا كلمة objective طبعا واضحة جدا حد يعرف ايه الفرق بين الobjective والgoal what is the difference between objective and goal Anybody knows the difference between an objective and a goal? أنا قلتها قبل كده على فكرة.
Actually, I don't know. حد عارف؟ طيب objective يا جماعة هو هدف قريب، تمام؟ goal هو هدف بعيد. يعني أنا مثلا الobjective بتاعي من من الشوط الأول في المباراة دي إن أنا أطلع متعادل، ده هدف قريب. لكن عايز أحرز goal في الشوط الثاني، يبقى هنا ده الهدف البعيد. فالobjective هو هدف قريب. What are your objectives for this year؟ لكن what are your goals from working in this position؟ يعني أنا أنت عايز تشتغل في منصب، فبقول لك إيه الجولز بتاعك من شغلك في هذا المنصب؟ لكن الأوبجيكتيفز الأهداف القريبة. طبعًا knowledge معروفة. حد خدوا خدوا بالكم هنا في principle وهنا في principle، الاثنين principle. بس اللي فوق دي هي دي المبدأ، واللي تحت دي هي اللي بتبقى مدير المدرسة. في فرق في الدايه، فرق في ال spelling. الديليجيت اللي هو مين؟ المفوض. عشان كده لما بتيجي حضرتك تعمل تفويض للسلطه اسمها ايه؟ مين عارف الكلمه اللي بنعملها من تفويض السلطه اسمها ايه؟ مين عارف ما هي الكلمه التي تخرج من كلمه ديليجيت؟ بنتكلم على السافكس. لو تفتكروا عندنا سافكس اللي هي الملحقات الكلام. ديليجيت تبقى ايه؟ ها شباب محدش عارف؟ ديليجيشن. حد عارف ديليجيشن؟ ديليجيشن يعني ايه؟ ديليجيشن يعني تفويض. ديليجيت اللي هو الشخص المفوض، ديليجيشن هي عمليه التفويض نفسها. يعني ممكن الشخص، خدوا بالكم في ثلاث كلمات: This person is a delegate. هذا الشخص مفوض. هنا ده اسم. I will delegate my authority to you. سوف أفوض سلطتي إليك. هنا verb. I signed the delegation. لقد وقعت قرار التفويض. هنا بقت إيه؟ بقت adjective أو noun. طيب definition طبعاً يعني تعريف. Instrumentation. وطبعاً دي أعتقد مادة عندكم في الكلية في instrumentation اللي هي الأدوات الصغيرة التي تستخدم في المعامل والكلام ده كله أو الأدوات. دكتور دي تشوف انسترومنت، هي جاي من انسترومنت. اوكي يس، بس هي كلمه اسمها انسترومنتيشن. انسترومنتيشن هو استخدام هذه الادوات. تمام، بعد كده احنا قلنا الكلمات دي. طيب الله اكبر، الله اعظم، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اذان المغرب عندنا بيتم الساعه عندكم كام؟ الساعه السادسه. تمام، طيب تعالوا نحل حاجه مع بعض كده ظريفه. سينونيم فور ثينك. طيب احنا سينونيم يعني ايه؟ يعني مرادف، وفي انتونيم يعني مضاد. احنا هنتكلم على المرادف. مين يقول لي كلمه بمعنى يفكر؟ سينونيم فور ثينك. مين يقدر يقول لي كلمه صعبه دي؟ بس عايزين حد يفكر. مين يعرف كلمة بمعنى يفكر؟ think. ممكن believe. believe. برافو، الله أكبر، الله أعظم، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. صح، برافو عليكي. believe كلمة صحيحة. I believe. طيب تمام. كلمة تانية someone who goes to a course، شخص بيروح دورة، بنسميه ايه؟ المتدرب بقى بيتسمى ايه؟ training. training بالظبط، training هيبقى بايه؟ بحرفين اي. برافو عليك. طيب synonym for give، حاجة بمعنى يعطي. في كلمة مشهورة قوي انتوا اكيد بتعملوها في الجامعة عندكم لما بتجمعوا تبرعات. give away. gift. لا gift. لا لا لا، تبرع يعني. الله، award دي مكافأة اكتر. طيب donate، حد سمع الكلمة دي قبل كده؟ donate. yes donate او donation. تمام. طيب two words which mean machine or equipment، ودي سهلة ولسه قايلينها. كلمتين بمعنى machine و equipment، لسه قايلين الكلمتين دلوقتي فوق. هما ايه؟
tool. Tool واحدة منهم. برافو عليكي. وإيه تاني؟ instrumentation. instrumentation أو device. device. برافو عليك. تمام. طيب two synonyms for target. عندنا كلمتين بمعنى target ولسه قايلينهم برضه. الله الله. أنا ده تفضلين. objective and goal. أيوة. objective and goal. برافو عليك. ممتاز. طيب. اللهم رب العالمين توكلنا وصلنا وصلنا محمد الوفيق وفيرنا محمد الوفيق وفيرنا محمد الوفيق وفيرنا محمد الوفيق. طيب an explanation of the word is a. سهل قوي وموجودة فوق. حاجة بمعنى الشرح. ها. ندى تفضلين. definition. برافو عليكي. ممتاز. تمام. يلا نقرا. مين يقرا دي ويحل لنا الاجابه؟ يعني عايزين حد يقرا قطعه ويختار الاجابه الصحيحه. choose the correct word to complete the text below. فهنعمل ايه؟ هناخد ال ال حد هيقرا لنا الكلمه دي ويختار من الحاجات. يلا مين يبدا ويقرا ويختار؟ Bob is a mechanical engineer. He finished university in the summer, but he doesn't have a job. He has a theoretical or objective understanding of mechanism. الإجابة الصحيحة he has a theoretical understanding of machine. of machine and he can of mechanics. And he can consider identify all the instrumentation device. The correct instrumentation. لا استني خلي بالك. دي عندك هي كان consider ولا identify؟ أني واحدة صح. He can identify. Identify. برافو عليك. صح. برافو عليك. ممتاز. طيب all the instrumentation ولا device؟ instrumentation. اوكي صح. عند equipment للديفايس مش هتبقى instrumentation اكتر اللي علاقه بالمعدات الكبيره. And equipment used in mechanical engineering but he has very little principle or practical experiment. practical. برافو عليك يا حوراء. رائع. ممتاز. طيب دي حاجة حلوة قوي. هنا عندنا شيء. الشيء ده عايزين نقول الناون بتاعه ونطلع منه adjective. ودي مش سهلة. دي مش سهلة. لو انتوا عرفتوها هتبقوا شاطرين. يا ريت تمسكوا ورقة وقلم عشان نعرف نكتبها. انا مش عارف اذا كان عندي هنا اقدر اكتب هنا يا شباب. يعني اقدر اكتب هنا عشان لو محدش عارف. في هنا حاجة اعتقد كانت. دكتور على ايدك اليسرى كنت تقول موجودة تقدر تكتب. أول واحدة الناون بتاع الكلمة دي ايه؟ ترانجل. ترانجل. طيب لو جينا عايزين نعملها adjective هنعملها ازاي؟ دكتور تقدر تكتب الثانية حددها من جواها اي بالضبط خالي. رجع التول. نو. كانسل. التول كنتراو. الجواهر دكتور. ايه؟ الجواهر التول الجواهر. ليجوا للاسفل للاسفل. لا. على ابن الصغير هذا الخط المرسوم. فوقه. طيب تكست. هي دي قصدك؟ طيب الكلمة ايه بقى حد عارف؟ تكتف. اللي عايز تقول. ايوه قولها. ترانجلا. ترانجلا اجابة صحيحة. تمام. طيب اللي بعديها بقى هنعمل نفس الكلام. حلو قوي ان ترانجلا. تمام. دي هتبقى ايه؟ طبعا الكلمة ايه؟ ركتانجل. والادجكتيف ركتانجل. ركتانجل. ممتاز. تمام. طب دي ايه بقى؟ مين يعرفها؟ سكوير. سكوير دائرة. سكوير. طيب هتبقى ايه بقى؟ سكوير.
يعطي الإجابة بتاعتها صعبة. أقولها لكم هتبقى سكوير كوادرات هتبقى سكوير شايفين سكوير يس yes. سكوير يعني يقول لك this is a squared box مثلا يعني يقول لك مثلا rectangular box triangular box طبعا دي سهلة أوي كلكم عارفينها وبتتعاملوا معاها كتير سلندر سلندكال لا هتبقى سيركلر سيركلر طيب دي سهلة برضو مين يعرفها اللي على اليسار دي دي مشهورة جدا يا جماعة دي بصوا دي ستة أضلاع الستة اسمها ايه في اللغة اللاتينية هكساجون هكساجون برافو عليك هتبقى ايه بقى الادجكتيف بتاعها هيك ده اعمل هكساجونال تمام تمام اللي بعديها ايه سيلندريكال ايوه برافو عليك برافو عليك سيلندريكال سيلندريكال تمام ودي هنا سبت اللي احنا قلناها قبل كده طيب دي ايه بقى حد عارف سفير صوره برضه كيوب ايه كيوب واحد بقى ايه بقى كيوبيكال كيوبيك 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 ايوه يبقى كيوبيك فيت انا متهيألي دي قررها ليه مش عارف ولا دي حاجه ثانيه بول كوره يبقى راوند بول لا صح ممكن يبقى هذا البول يعني سفير بول حتبقى بول صح سفير صح برافو عليك انا لا صح كده تمام وصلت الفكره حلو موضوع التكست ده ما كنتش عارفه والله ده احنا بعد كده ممكن نحل بيه على طول طيب تمام write the opposite يلا نكتب وايت مين عارف الكلمه تايت تايت لا مش تايت وايت مش تايت تايت دي معناها انه ضيق يعني هي الكلمه الصحيحه تبقى نارو عارفين كلمه نارو تبقى كلمه نارو طيب دي قلناها قبل كده تبقى ايه شلف الو ممتاز تمام لونج سهله شورت سهله جدا شورت تمام هاي قلتيها انت قبل كده لو سك بقى سك صعب سك يعني ايه يا جماعه؟ خنيق صوت سخين ويك يعني حاد حاد يعني حاد يقول لك حاجة حادة تلاقي شارب كده ضال الأوبوزيت مايك ايوه صح صح انت قلتها قلت لي ضال لا بسمع الكلمة هي هتبقى دكتور كان اي تك ثيكنس از سميك معناها ثيكنس يعني الكثافه صح او الـ او الـ او سمك سمك معناها يس على العكس صح الموانع سك يعني سميك كلمه يبقى فكروني كده يعني حاجه سميكه او حاجه خلينا ندور عليها عشان مش عارف الكلمه صراحه فاكرها يعني في حاجه اخرى تمام طيب عندنا هنا ايه
اوكي عندنا هنا مجموعه كلمات وهنستخدم الكلمات دي في الدوائر دي. فدي اول واحده هتبقى ايه؟ دي هنسميها ايه؟ كلمات ايه؟ خلينا نصغر سونك. الكلمات اللي تحت دي تمام نستخدمها في الاشكال دي. رينك اول واحده. رينك برافو عليك. اول واحده هتبقى رينك. تمام تمام ثاني واحده هون. هون برافو عليكي لازم. ثالث واحده like number 1 doctor rank like number 1 rank five five can we call it soon then five ايه five المفروض يعني طب ده pressure pressure تمام. هنا برضو هيبقى خلاص يعني خلينا مش حل يعني هو يعني نفس الكلام ده بريشر دي بايب. تمام. ال اني جراوند لا خلينا من اني جراوند دلوقتي. طيب خدنا شويه فوكابري كده تمام تمام يا شباب. في اي حد عنده اي يعني تساؤل او حاجه؟ طيب انا هعمل حاجه دلوقتي مع بعض. هنعمل حاجه مع بعض دلوقتي. اقول لك ايه يا حاج بس اشتروا دلوقتي يا جماعه انا هديكوا كومبرينشن وهديكوا حوالي 10 دقايق طول الكومبرينشن وهروح اصلي بس بعد اذنكم المغرب وبعد ما اصلي المغرب هنرجع نتكلم في الكومبرينشن ده ونسال اسئله. هخلي الصفحه موجوده قدامكم بحيث ان انتم تقدروا تقروها وهقول لكم عليه كتاب تحت تقروا منه. ماشي الكلام يا شباب؟ تمام دكتور. كومبرينشن حالا دلوقتي. دكتور تقريبا بعيد اذا تقعد تحذف فايل قائمه مطولات الطول هتتكبر الصوره. اعمل ايه؟ ها القائمه اي بالضبط اخلقها تمام صعب. واذا تقدر تحاول تنزل كتاب على الواتساب حتى اشياء. Thank you.
ممكن ابعت الكومبريشن هنا على الشاتنج هنا يا شباب ولا ايه؟ تمام هبعتها حالا دلوقتي اقول للادمن واقعدوا اقولوها لمده بس 10 دقائق حصل لي وقت ماشي يا جماعه تمام دكتور طيب هبعت لكم لو انت بعتها للناس كلها تمام هي عندك دلوقتي اهي تمام معاك 10 دقايق تقروها وحصل لي وارجع على طول ماشي الكلام ونرجع نحل شويه اسئله دكتور هاي كامله مو صفحه هي صفحه الصفحه الاولى فقط تمام والله هي صفحه واحده وبعد كده الباقي كله كويشنز فاحنا هنبتدي نقرا نجاوب الكويشنز عشان يبقى برضه عملنا كومبليت وبعد كده ناخد شويه جرامر ويبقى الحصه دي النهارده اتكلمنا في فوكابلري ونتكلم في ريدنج ونتكلم في جرامر ماشي الكلام؟ ماشي طيب يلا معاكم 10 دقايق هقوم اصلي بس المغرب واجي لكم على طول
The plain paper copy machine. It was one of the most successful products ever. The company grew to ever. That means to copy, as in Bob. Can you Xerox this for me? Around 50 years later, the same thing happened to Google. Their company name grew into a verb that means to do an internet search. Now everyone and their grandma knows that what it means to Google it. Unlike Xerox, Google wasn't the first company to invent their product, not by a long shot. Ecos released their search engine in 1993. Yahoo came out in 1994. AltaVista began serving results in 1995. Google did not come out until years later. In 1998, though a few years difference may now seem like much, this is a major head start in the fast-moving world of tech. So how did Google do it? How did they overtake their competitors who had such a huge lead in time and money? Maybe one good idea made all the difference. There are millions and millions of sites on the internet. How does a search engine know which one are relevant to your search? This is a question that great minds have been working on for decades. To understand Google changed the game, you need to know how search engines work in 1998. Back then, most websites looked at the word in your query. They counted how many times those words appeared on each page. Then they might return pages where the word in your query appeared the most. This system did not work well, and people often had to click through pages and pages of results to find what they wanted. Google was the first search engine that began considering links. Links are those blue underlined words that take you to other pages when you click on them. Larry Page, co-founder of Google, believed that meaningful data could be drawn from how those links connect. Page figured that website with many links pointing at them were more important than those that had few. He was right. Google's search results were much better than their rivals. They would soon become the world's most used engine. It wasn't just a great search result that led to Google becoming so well liked. It also had to do with the way they presented their products. Most of their other search engines were cluttered. Their home pages were filled with everything from now stories to stock quotes, but Google homepage is clean. There is nothing on it but the logo. The search box and a few links, it almost appears empty. In fact, when they were first testing its users, when they were first testing it, to wait at the homepage and not do anything. When asked why, they said that they were waiting for the rest of the page to load. People couldn't imagine such a clean and open page as being complete, but the fresh design grew up once they got used to it. These days, Google has its hand in everything from self-driving cars to helping humans live longer. Though they have many other popular products, they will always be the best known of their search engine.
The Google search engine has changed our lives and our language. Not only is it a fantastic product, it's a standing example that one good idea and a lot of hard work can change the world. تمام يا شباب؟ تمام. مية مية. يلا أول سؤال. Who would like to read first question and answer? حاول أتفضل. Which event happened last? Luxy released their search engine. Yahoo released their search engine. Google released their search engine. Zcross released their copy machine. The correct answer number C, letter C. Google released the search engine. Right. Let's make sure. عندنا نيكوس ريليس سيرش انجن 1993 ياهو كيم 1994 صح كده؟ يس التا كوكا بيكان سيرفينج 1995 جوجل ديد نوت كام اوت تيل يير 1998 وده كده اجابه صحيحه اكسل برافو عليكي دي اخر حاجه حصلت جوجل ريليس سيرش انجن 1998 برافو عليكي فيري جود انسر ممتاز اوكي ليتس جو تو نمبر 2 who's ready? Okay. حاول أشارك مرة ثانية. Which statement would the author of the of this text most likely disagree with? Part of Google's success is added to the design of their home page. B. Google success by following example of other in their field. C. Google wasn't the first search engine, but it was the best. Google success may not have been possible without Larry Page. طيب قبل ما نجاوب تعالوا كده نفهم السؤال دول ليه. Which statement would the author of this text most likely disagree with? يعني معنى كده اللي كاتب هذا المقال لن يتفق مع هذه الجملة. يعني جملة من الأربعة الكاتب مش هيتفق معاها. أنت رأيك إيه؟ B. Google success by following example of other in their field. طب تعالي نشوف كده مع بعض. هنا دي هو في جوجل was the first thing that began considering links. Links are those blue underlined words that link you to pages where you click on the landing page in your profile with Google. Believe that the meaningful data could be reborn from how to click on that. Each website link from them or more important than those that you have tried. Google says really will have taken the arrival. They will soon become the world most deserved. Okay, بصوا بقى هنا بيقول لك ايه it wasn't the great search result that led Google becoming so well liked. It also had to do with the way they presented their product. Were cluttered. Their homepage was filled with everything from more news stories to stock quotes. Okay, with nothing but logo. Okay, يبقى هو ممكن نقول ان هو احنا هنا بنقول ايه بارت هو زي الديزاين اوف ذا هوم بيج لا دي طبعا هو هيعديه معانا صح جوجل سكسيدد باي فولينج اكزامبل اوف اذرز ان ذا فيلد لا دي مش اعتقد ان هو هنا هي دي بقى انا اعتقد الاجابه بي صح جوجل wasn't the first yes. جوجل wasn't the first engine but was the best معانا جوجل سكسس من هنا بيقول without لاري بيج لاري بيج هو الراجل الكوفاوندر هيأجري معاها طبعا
دي مش هيبقى ديس اجري. يبقى الوحيده اللي هو ممكن يبقى ديس اجري معاها ان هي باي بورنج اكزامبل اوف اذر انترفيو، هي دي اكيد هيدس اجري لان هي عملت تشينج اصلا على الناس اللي فيها، صح كده؟ تتفقوا معايا؟ يس كوركت. يعني دي هتبقى الاجابه الصحيحه بي. الله ينور، 100 ممتاز. يلا ليتس جو تو نمبر 3. ابراهيم جو هيد. Can you hear me? Yes, I can hear you. The third one, which best expresses the main idea of the third paragraph? Well, in my opinion, there are lots and lots of websites connected to the internet, which is the best option, the right option. Google created a better way to organize search results. I don't think so. People have to work search engine over the years. Older search engines used unreliable method to order results. In my opinion, A is correct. There are lots of things. Okay, okay. طبعا I may agree with you, but I agree with you. But look at D. Also D is valid. بس كل عيارة دي كده it's valid also. But the main idea it's mentioned in the first line. There are millions and millions of sites on the internet. Okay, بصوا بقى هنا، خلي بالكم هنا اجري مش ديس اجري. اوكي حوراء جو هيد. نمبر 5، which statement would the author most likely agree with? Google become successful because its founder were well connected. Google was the world's first and best search engine. Google changed the world by solve and in all the problem in a new way. Google's other projects are now more important to its success than search. اللي هيبقى اجري مش ديس اجري يعني. تعالوا ناخدها واحده واحده. اول واحده جوجل بيكام بيست سكسسفول بيكوز فاندر اور كونكتد، اعتقد ان هو بيقول ديس اجري مع دي، مش هي دي. ذيس نوت كوركت. ممكن سي. طيب نرى الاول الثانيه ناكدها، جوجل واز فيرست اند بيست سيرش انجن. لا طبعا هي ويل ديس اجري ان هي ما كانتش موجوده. جوجل شيل اوفر سولفينج اول بروبلم ان نيو واي، اعتقد دي صح. برافو عليك. والاخيره كمان هو ديس اجري لان حتى هو قال في الاخر ان ايه؟ جوجل اذر بروبلم ان هو مور امبورتنت تو سكسس. لا ده مش حقيقي، ان هو هيقول لينا ليا ولينا. اوكي يقول لك those they have many other popular products they will always be best known of their search engines. بصي يعني هو مش هم مش اهم. اوكي اوكي يبقى كده تمام صح، برافو عليك، اتفق معاك جدا. الاجابه سي صحيحه ممتازه. طيب يلا ثانك يو فيري ماتش. يلا نمبر 6. Okay, I will speak. Okay. Yalla, go ahead. Yalla, go ahead. Number 6. Which piece expresses that that the main idea of the paragraph? Links allow people to surf from one website to the next. B. Larry Page's idea about links helped Google get to the top. C. Larry Page contributed to the internet by inventing the link. And the Google is a website that serves important links to users. I think the answer is A. Links allow people to surf from one website to the next. Excellent. أعتقد دي صح جدا. أوكي. اللي الثانية صح بس مش هي المين أيديا. Yes, the main idea is number A. دي حاجة في جوجل صحيحة. الله ينور عليك، إجابة صحيحة. Totally agree with you. يلا number 7. Number 7, you want to participate? Hora, go ahead.
Which number seven? Which best explain why the author discuss is a cross in this text? A, he is Xerox. In this text, A, he is discussing big company that come before Google. And B, he is explaining how company most change with the time. C, he is showing how companies can affect our language. D, he is comparing and contrasting Google and the cross. Zero. Correct answer D. طيب بصي، contrasting يعني بيعكس، كلمة contrast يعني في عكس، فهو بيقول إنه بيقارن وبيعكس ما بين زيرو. هل هو كان عامل مقارنة بين جوجل وزيروكس؟ ما أعتقدش دي الإجابة الصحيحة. هو كان بيقول إيه بقى؟ is showing how companies can affect our language. ازاي الشركه ممكن النهارده تاثر في لغتنا؟ حتى دي حاجه مهمه جدا على فكره، حتى في لغتنا العربيه للاسف يعني. يعني يقول لك جوجل انت هتعمل واتساب مي وانت هتلاقيني مثلا موجود الساعه كام. يعني فعلا في شركات للاسف يعني غيرت اللغه. انتوا فاهميني يا شباب؟ yes. فانا اعتقد هي دي الاجابه الصحيحه، ولا ايه رايك؟ Yes, yes. See, the correct. أقرب واحدة، لأن إحنا لو قلنا he's discussing big companies that came before Google، لا مش هو ده الحاجة الأساسية. He's explaining how companies might change with time، لا برضه مش بيشرح ده. لكن هو بيقول قد إيه ممكن أي شركة تغير اللغة بتاعتها، تمام. Number 8، يلا، تمام، يلا. Who would like to answer number 8؟ Can I, sir? How did Google improve search quality in 1998? How many times cures appears on each page? They looked more closely at the word in each cures. They linked to more pages. They studied the relationship with links. Sorry, can I query? Query. Okay. كويري يا جماعه عارفين يعني ايه؟ يعني بحث. كلمه كويري يعني سيرش. خدوا بالكم من نقطه، ان كلمه كويري كلمه انجليزيه بحته، اللي هي الامريكيه يعني مقابلها كلمه سيرش. اوكي، اي ثينك ات از سي. اكسلنت. اجابه صحيحه طبعا، ان هم عملوا لينكس لاكثر من حاجه مع بعض. تمام، نمبر 9. Number 9, which was cited as a reason why Google becomes so popular. A, Google's home page was clean. B, Google provide catchy new stories on their home page. Google home page loaded quickly. Google provide useful stock quite on their home page. The correct A, Google's home page was clean. برافو عليك، الإجابة صحيحة. كلمة هنا كودز، كودز يا جماعة يعني مقتطفات. كلمة كود يعني مقتطف، ماشي الكلام؟ تمام. آخر سؤال نمبر 10. Which database is... I'm sorry. Go ahead. Which database expressed the author's main purpose in writing this text? Xerox versus Google, Battle of the Titans, search engines, how they work and why they are important. A better way, how Google rose to the top, and search system important tools. I say it is C, better way, how Google rose to the top. دي طبعا انا اتفق معاك 100%. اول واحده طبعا مش اساسي، يعني مش هي الموضوع، اللي هو مش صراع بين جوجل. تاني واحده مش هو مش بيشرح سيرش انجن بشكل عام. ثالث واحده دي صح جدا، ورابع واحده صح برضه. سيرش انجن شورت ستوري امبورتنت تولز، يعني برضه الرابعه دي جايه. لو بصيت فيها كده ممكن تيجي صح؟
تمام، فانا اعتقد ان سي ودي الاثنين صح. طيب هسيب ده هوم ورك ليكم يا جماعه. What can readers learn about Google approach doing business based on reading this article? Use information from the text to support your response. يا ريت يا جماعه عندنا هنا يعني نكتب composition او نكتب موضوع انشا، ناخد منه افكار من القطع. يعني حاولوا تعملوا الكلام ده عشان تتعودوا على الرايتنج. فهو بيقول لك ازاي رؤيه جوجل بزنس ان هو يكبر. استخدم كلمات من قطعه، استخدم كلمات من عندك، بس اعمل سيرش على جوجل نفسها. اخر حاجه هو how Google was able to overcome its competitor. Cite information from the text support your point. يعني ازاي قدرت جوجل تهزم المنافسين؟ برضه استخدم حاجه كده. والسؤال الثالث what do Google and Xerox have in common? Support your answer with the note. ده وبرضه ايه الحاجه المشتركه بين جوجل وبين زيروكس؟ دي ثلاث اسئله محتاجه اجابات، يا ريت تعملوها يعني تكتبوا يعني تعملوا فيها رايتنج عشان تكتب كلام كتير. يعني ممكن تكتب حاجات بسيطه، يعني هنا اول سؤال هنا ايه اللي انت استفدته من الرؤيه دي، تستفيد منها ايه؟ هنا ازاي تهزم المنافسين بتوعك، او هي هزمت المنافسين ازاي، واخر واحده ايه الحاجه المشتركه بين الاثنين. تمام يا شباب، هنخش ناخد شويه جرامر ويبقى خلصنا النهارده. حد عنده اي سؤال او عنده اي استفسار او عنده اي تعليق يحب يقوله قبل ما انقل على الجرامر شويه؟ فيل فري ان انت تقول اي حاجه انت عايز تقولها، انا كلي اذان صغير. انا سامعكم يا شباب، حد عنده اي حاجه عايز يقولها؟ دكتور نقدر نبدأ بالجرامر؟ ظهر معك سؤال. تمام يا شباب، ما حدش عنده اي تعليق، معلش انا كان جاي التليفون بس فكنت برد عليه. حد عنده اي تعليق او اي حاجه يا جماعه يحب يتكلم فيها؟ طيب تعالوا ناخد شويه جرامر، بس بفتح كتاب الجرامر وهكون معاكم حالا. هناخد حته جرامر كده مهمه. بسم الله، انتوا معايا يا شباب؟ نعم دكتور وياك. تمام، ناخد بس حته جرامر كده، نتكلم شويه في الجرامر. وهو مش هناخد التو تنسز كده سهلين جدا عشان نبقى ايه عملناهم برضو واتكلمنا عليهم.
تمام. بسم الله، تعالوا كده ننزل. تمام شباب، شايفين السكرين بتاعتي؟ نعم دكتور واضح. تمام، احنا هنتكلم في البريزنت بيرفكت، وهنقول ايه هو البريزنت بيرفكت. هو زمن سهل جدا ويعني مش صعب. His shoes are dirty، الراجل ده الحذاء بتاعه عزكم الله مش نظيف. He's cleaning his shoes، هو بينظف. He has cleaned his shoes، his shoes are clean now. ببساطة شديدة يا شباب، البريزنت بيرفكت هو حال حدثت منذ لحظات. They are at home. They are going out. They have gone out. أي شيء حصل الـ present perfect دوره في الحياة إنه يوضح لك إن هذا الشيء حدث من فترة قليلة جدا. فلو جينا بصينا هنا بيبقى هو عبارة عن تركيب، وهو عبارة عن has أو have plus التصريف الثالث للكلمة. طيب إيه الفرق بين نقول I went و I have gone؟ I went أنا رحت، محدش عارف رحت إمتى. I went to hospital، أنا رحت المستشفى، رحت بقى المستشفى دي بكره امبارح الاسبوع اللي فات. لكن لما اقول I have gone to the hospital انا معناه ان انا بتكلم دلوقتي على حاجه حدثت منذ لحظات. يبقى حضرتك لما تيجي تتكلم عن شيء وهذا الشيء حدث منذ فتره قليله جدا فبنستخدم هذا الزمن. I have cleaned, I have finished, started, last been done. ولو هسال بيها سؤال هعكس have I gone, have you gone. وطبعا زي ما احنا عارفين I, we, you, they او ما يقابلهم بتاخد have وهي وشيرت بياخدوا هاز. تمام؟ هو دي الفكرة كده. الزمن سهل جدا. I have lost my passport. يعني أنا مش لاقي الباسبور بتاعي. لكن لو جيت قلت لك I lost my passport إمتى بقى؟ ممكن يكون من أسبوع، من شهر. وصلت الفكرة؟ It's Rachel Bush day tomorrow and I haven't bought her a present. يعني أنا معيش الهدية دلوقتي. Where is Rebecca? She's gone to bed. She's gone to bed. She has يعني. هنا she's هنا معناها she has. She has gone to bed. يعني معناها دلوقتي راحت السرير الفراش دلوقتي. Bob is away on holiday. راح هدي فهو راح دلوقتي وهكذا. ماشي؟ الكتاب ده عندكم. وطبعا احنا هنحل الاكسرسايز ده، هو اكسرسايز سهل جدا. تعالوا نحل مع بعض كده 15.2 والاجابات موجوده في الكتاب تحت. هتلاقي بقى الانسرز يعني ما... واحنا ممكن نحل مع بعض بقى بالطريقه اللي احنا قلناها. تعالوا نجيب القلم بتاعنا. طيب هنا I have lost my keys. طيب هنا هنختار الكلمة من هنا. I bought some new shoes. Do you want to see them؟ فهنقول ايه هنا؟ طيب ايه بقى؟ مين يقول لي؟ شايفين ولا مش شايفين؟ هتبقى ايه؟ هتبقى ايه الإجابة؟ أوراق. I have bought some new shoes. هي هاب طبعا هتبقى هاب طبعا واللي باي ذا بارت او يو جي اتش تي ايوه هتبقى اي هاف بوت بوت هاف طبعا هتبقى دي الاجابه اي هاف بوت سام نيو شوز ممتاز اللي بعديها يلا اللي بعد ها وير از هي شي از نوت هير شي از اوكي اي ويل بارتيسيبيت نمبر 3 وير از هي لاين شي از نوت هير شي هاز جون شي هاز جون اوت برافو عليك يا yeah, اللي بعديها I'm looking for Paula. اعملها سؤال بقى. انا خلي بالك من الكلام. روح ندى. I'm looking for Paula. Have you seen her? برافو عليكي ممتازه شاطره. صح ممتاز. ايوه. طيب اللي بعد. Look somebody. Does Lisa know that you are going away? Yes, I have told her. Number five. Look, somebody. What's that kalimat? Break that window, I think. Has broken. Has broken. Broken. Bravo, Ali. Yes, has broken the window. Five. Does Lisa know that you are going? Yes, I. Number six. Six.
Okay, I will answer. Number six. Does listen now that you are going away? Yes, I have told her. طيب خلي الباقي هوم ورك يا جماعه. الموضوع سهل قوي صح كده؟ يس. طيب لو جينا بصينا على ام 16 برضه بتتكلم بقى على كلمه جاست. هو الزمن اصلا معناه الوقت القريب. لكن جاست معناه لسه حاصل من دلوقتي او اوريدي حاصل دلوقتي، فدي كلمه لبيان الوضع يعني. ار يو ار لورا اند بول هير؟ يس، زي هاف جاست ارايفد. طيب لو انا قلت زي هاف ارايفد يبقى انا بعني نفس المعنى. كلمة جاست بس هي كلمة لزيادة المعنى. يعني انت لو شلت كلمة جاست من الجملة هتفضل الجملة صحيحة؟ اي نعم، فهتقول يس زي هاف ارايفد. لكن لما انت بتتكلم في جاست فانت زي ما تقول كده ايه، بتدي يعني شرح اكتر للجملة، ده لسه واصلين حالا. ماشي؟ طب is Tom here؟ No, I'm afraid he's gone. لكن لما تقول just gone يعني لسه حالا دلوقتي. حلو؟ فهمتوا يا جماعة؟ واضح دكتور. طيب already يعني before I expected. What time is Laura and Paul coming? They have already arrived. Already يعني وصلوا بالفعل. يعني وصلوا ودخلوا وقعدوا ماشي؟ وأنت مش متوقع. فدي برضو ال just وال already ما يريد. طيب في كمان yet. احنا عندنا ثلاث كلمات just، وما بيستخدموا الثلاثة مع ال present perfect. Just و already و yet. يعني بالعربي يت معناها بعد. هل وصل احمد بعد؟ يعني مثلا ايه until now. We use it in negative sense. يت معناها نفي. فبتقول ايه بقى؟ Are Laura and Paul here? No, they haven't arrived. لو انت ما حطيتش يت مش هتبقى الجمله غلط، لكن لو حطيت يت يبقى انت بتاكد الجمله. ماشي؟ هي دي الفكره. فهمتوا يا جماعه؟ وممكن تتعمل في السؤال بوكس. وطبعا الاكسرسايز بتاعها سهل جدا، ممكن نستخدمه من هنا ونحل الاكسرسايز بتاعها. فالنهارده وطبعا هنا السؤال بالبريزنت بيرفكت برضه اليونت رقم 17. تالي الكتاب ده عندكم صح ولا انا بعت لكم الكتاب ده مش كده ولا ايه؟ وقلت لكم على الانسر بتاعته صح؟ نعم دكتور. انا بعت لكم الكتاب ده صح؟ لا ثواني. طيب هبعته لك تاني. والكتاب ده النهارده يونت 15 و16 و17 و18. لو سمحتوا قروها وحلوها، هي مش صعبه وهي كلها عن البريزنت بيرفكت. يبقى احنا كده خلصنا الزمن بتاع البريزنت بيرفكت، وممكن 19 كمان معاها. يا ريت تكتب عندك الكلام ده من 15 ل 19، كل ده بريزنت بيرفكت وفور وسينس واجو، وكلهم ليهم علاقه بالبريزنت بيرفكت. كل ده ليه علاقه بالبريزنت بيرفكت لحد يونت 19، وفي اكسرسايزز عليه. وبرضو هنا بقى الفرق بين ال 20 دي مهمة جدا، الفرق بين ال present perfect وال past. يعني أنا ما بقول we arrived، إحنا ممكن نبقى arrived في أي وقت، yesterday 3 o'clock 6 months ago. لكن لما أقول we have arrived يبقى ده معناه دلوقتي ماشي، أو حاجة محددة. بصوا أهو I have lost my keys، يعني أنا مش لاقيها دلوقتي، أنا دلوقتي بدور عليها. لكن I lost my keys أو I lost my key أنا ممكن يكون الأسبوع اللي فات. وصلت الفكرة؟ the time until now، لكن ده فينيش تايم. وصلت؟ ده الفرق بين الباست سيمبل. وبعد كده في اليونت رقم 20 هتلاقوا عليه اكسرسايز برضو. خلينا لحد اليونت 20، يبقى النهارده من اليونت 15 لليونت 20 نقعد نعمل اكسرسايز ونحل الحاجات دي. ثانيه واحده عشان نبقى مع بعض. هبعت لكم دلوقتي الكتاب اهو. يس. لا مش لازم. خلينا ناخد الكتاب كده. لو جينا خدنا هنا شايفين الستريم بتاعتي صح؟ نعم دكتور. او ببعتها لك اهي كده عشان تبقى عندك essential grammar use اليونت. هكتب لكم هنا اليونت دكتور. هاي مو اليوم هاي زاهر خالص. هي 20 practice. ما دزيت علي، دزيت لغير شخص. سامع. العفو. انا دزيت شخص. صح. انا دزيت شخص ثاني صح. انا حطيتها لشخص واقف اخر واحد كلمني. وخليني اوقف وراح في نفسي. اوضح لك انت. خليني بس اشيلها من عنده.
بس انت نبهتني. اوكي. بس ان انا فتح السكيب معاك كنت انا مش شفت بالي. ايوه هنا يونت وصل 20 ل 20 براكتس. تمام يونت 15 ل 20 براكتس. حلو الكلام؟ حلو. طيب يبقى كده كويس النهارده استفدتوا. يا رب تكون المحاضره فادتكم. معلش انا اسف ما قدرتش اجي امبارح وانا اسف بعتذر لكم بجد بشكل كبير. انا عندي حاجات كتير قوي والله العظيم بس انا فعلا في وسط كل الحاجات اللي عندي مش هنساكم ابدا وهحاول ان انا اوفر الوقت ليكم مهما كانت الصعوبات يعني. ان شاء الله لان انا فعلا بحبكم جدا يعني واتمنى من ربنا ان ربنا يوفقكم يعني ويكرمكم. ومعاكم الواتساب بتاعي او مع المدير بتاعكم الرئيس بتاعكم اي حاجه تحتاجوها اسالوني. حتى لما المحاضرات تخلص وتاخدوا الشهادات اي حد عايز يتواصل معايا انا تحت امركم. واوعدكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قريبا هزور العراق وهقول لكم قبل ما اجي عشان اقابلكم. ايه رايكم في المفاجاه دي؟ ان شاء الله دكتور يكون لنا شرف ان نلتقي بيه. شرف لي انا كمان طبعا ان انا اروح هذا البلد العظيم اللي انا بحبه جدا. فان شاء الله انا قريبا هعمل زياره للعراق وهذه الزياره هتكون هدفي فيها ان انا اقابلكم واقعد معاكم فيس تو فيس. ونلعب كده نعمل حاجه في التنميه البشريه كده مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله دكتور تجي لبغداد اكيد. اكيد طبعا أكيد. انا هقول لكم قبل ما اقول لكم انا فين وهروح بغداد. ممكن اروح بغداد واروح البصره نفسي اقابل الناس بصراحه واروح هناك واقابلكم واسلم عليكم. وممكن نعمل اي حاجه كده نتكلم في اي محاضره لمده ساعه ساعتين وارجع تاني السعوديه للعراق مش بسبب كبيره يعني. اهلا وسهلا استاذ. تشرفك. خلاص ان شاء الله الجمعه الجايه نتقابل والسبت امتحان باذن الله. ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير وربنا معاكم ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه يا شباب. يلا ربنا معاكم.